يا نفس إن لم تضطري لا تجزي. نبدأ هذه الحلقة بقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لماذا كان هنالك يوم للحساب؟ ألا وهو يوم القيامة. الحقيقة الدقيقة أن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله. لما هو أول؟ لأن الله عز وجل خلق الخلائق كلها كأنفس لا كصور. الخلائق جميعها خلقت في عالم الأزل. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والسماوات والأرض والجبال مصطلح يعني الكون، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان هو المخلوق الذي قبل حمل الأمانة وقال أنا لها. فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة، وبناء على هذا الترتيب أعطاه مقومات التكليف، كلفه أن يعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلفه أن يعبده، أعطاه مقومات هذا التكليف. ما مقوماته؟ الكون الثابت الأول الذي يشف عن وجود الله ووحدانيته وكماله. أعطاه شهوة، ولولا الشهوات ما ارتقينا بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطاه الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعطاه العقل، فالكون والعقل والشهوة والحرية هذه مقومات التكليف. هذه الأشياء الأربع هي أصل هذا التكليف. فأنا في الأصل مخلوق للجنة، لكن الجنة لها ثمن، بعث بي إلى الدنيا كي أدفع ثمنها. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. يعني مثلا ممكن أب عنده 10 أولاد يقول لك الأب غني كبير: لكل واحد منكم بيت ومركبة وزوجة. أنا بزوجه وله بيت وله مركبة. نعم. إلا أن الذي يأتي بدكتوراه من بلد متقدم جدا أكتب له نصف المعمل. هذا الذي كان قال أنا لها. نعم. وكان طموحا، فإذا ذهب إلى بلد إلى أوروبا لينال الدكتوراه وانشغل بالملذات والشهوات والسقوط والانحطاط خسر كل شيء. خسر كل شيء. قدمته